والشيخ نور. يعني هيك بدنا نبلش لنحكي عن الفيكس روبوتكس، شو بتشتغل وشو الهدف من وراءها؟ So VEX Robotics هو بروجرام أمريكي بهدف بالأساس لتعليم الروبوتكس من عمر 8 سنين للجامعة. VEX بتقدم حل متكامل للمؤسسات التربوية من هاردوير، سوفتوير، مناهج وكومبيتيشنز. نعم، والهدف من وراءها؟ So في يعني روبوتكس اديوكيشن او التعليم يوزنج الروبوتكس بيهدف بيضرب كذا عصفور بحجر. نعم. الفكره انه هو بيعلم تكنيكال سكيلز مثل بروجرامينج، ديزاين سكيلز، انجينيرنج سكيلز، كمان بيعلم سوفت سكيلز اللي سوق العمل فعلا بيتطلبها حاليا، زي كيف الفرق او كيف الشباب بيقدر يشتغل فريق عمل، كيف يقدر يبقى عنده مهارات حل المشكلات مثل ما تفضلتم. Yeah. Different types of skills. طيب فرح، خلينا نتحدث عن المسابقة اللي هي تنظم للسنة الخامسة على التوالي بلبنان. شو هي هذه المسابقة ومن هم المشاركين فيها أصلا؟ صحيح، سو مثل ما قلتي السنة الخامسة حتكون بعد جمعتين تقريبا بجامعة الويزة. المسابقة حتضم أكثر من 70 فريق من مدارس وجامعات مختلفة بلبنان، كله بيتبارى بالفئة العمرية اللي هو فيها أو التشالنج التحدي اللي هو حيشارك فيه. بهدول الطلاب صاروا اكثر يعني من 6 شهور عم يتدربوا ويشتغلوا على الروبوتيون من تصميم وبرمجه تيقوموا بهذا التحدي اللي هو بيكون بضمن فئتهم او العمريه. نعم، عمر خبرني لاي مدى هالمسابقه بتفتح افق للشباب المخترعين او للاطفال ايضا يعني المخترعين لا يكون عندهم مستقبل شوي مغاير او حتى مغاير كثيرا يعني ويكون مواكب للتطورات اللي عم بنعيشها؟ مثل ما قلت يعني غير ان هم بيتعلموا مهارات سوق العمل بيتطلبها حاليا، فرص ان هم يسافروا ويشاركوا في بطولات على مستوى العالم، يشوفوا الروبوتكس والتكنولوجي برا كيف بتصير. يعني في بطوله العالم بيكون في اهم شركات وجامعات من جوجل، ام اي تي، هارفارد، ففرص ان هم حتى يشاركوا ويتباروا مع هول الطلاب او يشوفوا هول الشركات بتكون فرصه كبيره ليهم ان هم يقربوا اكثر واكثر لسوق العمل اللي هو بيتغير سريعا جدا. يعني احنا الشباب دول لما يتخرجوا حيلاقوا فرص عمل احنا في جيلنا ما كناش عارفين عنها يعني. نعم، طيب فرح خلينا نحكي عن المواضيع او الروبوتات اللي بتفوز، شو بتكون؟ على شو المواضيع اللي بتركزوا؟ شو بيعملوا؟ يعني بيجيبوا الروبوتات، شو الاختراعات اللي معقول يعملوها؟ وذكرتي لي انه في حال فوزهم بيتأهلوا وبيشاركوا بمسابقة عالمية بأمريكا. صحيح، خلينا نحكي أكثر عنه. صحيح، سو هو هذا التحدي اللي هو بيشتغلوا عليه هو تحدي بيتغير من سنة لسنة. التحدي لهالسنة بيكون في مثل شيء مثل بلاتفورم، منصة ولهذا الروبو لازم هالسنة لازم ينقل مثل كونز ويحطهم. سو الفكرة منه انه كيف يعرف يجمع نقط معينة ليحط الكونز فوق بعض ويوصل لغوة معين، او هذه الفئة الكبار. الفئة الصغار لازم يجمعوا مثل رينجز، خواتم ويحطون يعني هنا في 3 ألوان لازم مثل يعملون تنسيق كل لون مع بعضه. فهي الفكرة كمان غير انه هن التلاميذ عم يصمموا ويبرمجوا، كمان كيف فيهم يفوزوا اكثر نقاط. نعم، بهذا التحدي يعني في كذا طريقة ليفوزوا بهالنقاط وليجمعوا هالنقاط. وإذا في حال فازوا شو التصفيات وصولا لأمريكا؟ صحيح. سو نحن بلبنان أكيد المركز الأول هو اللي بيسافر عن فئة المدارس الثانوية والمتوسطة وفئة الجامعات، بيفوزوا بيتباروا بأمريكا، بيتأهلوا يتباروا بأمريكا. نعم، بيكون في أكثر من 45 دولة كمان مشاركة عالميا. نعم، يعني أنا سؤالي هون إنه لأنه المشاركات بتكون على صعيد دولي ولأنه مع دول عندها تكنولوجيا كتير متطورة أكثر يمكن للأسف من بلادنا يعني العربية، لأي مدى بتحسوا إنه في فجوات يعني بين الفريق المشارك عنا وبين يعني الفرق هي عم فتش على الكلمة على بين الفرق المشاركة بالخارج والدول الأجنبية؟ يعني أنا عندي إجابة كده في الموضوع ده لما بنسأل دايما، إنه الموضوع مش
فجوة في المهارات الفكرية أو الشخصية. نعم. الفجوة هي في الإمكانيات بتاعت في الدعم في الدعم من الدول، في الدعم من المؤسسات. فعشان احنا في كتير يعني امثله اثبتت ان في شبابنا بيقدر ياخد بره مراكز كبيره، يعني في حتى فرق بتاخد بطل عالم في كذا في كذا كومبيتيشن. فبس لما بيلاقوا دعم بيلاقوا فرصه بيبدعوا. جميل جدا. طب ذكرتي لي فرح ايضا انه الاطفال او المشاركين بهذه المسابقه لما عم يفوزوا عم بيفوزوا من جامعات احيانا رسميه، وتحديدا الجامعه اللبنانيه اللي هي بنعرف انه ما عندها دعم، وهذا المثال ايضا بينطبق على دول العربيه اللي هن بيتخرجوا من جامعات تابعه للدوله. هيدا شو بيوصل رساله؟ بيوصل رساله مثل ما عمر كان عم يقول انه وقت يكون في دعم موجود ومن مؤسساتنا من مجتمعنا، ولو انه جامعه رسميه يعني طلابنا عندهم القدره الفكريه والامكانيات تهن يوصلوا. مثال هذه الجامعه انه ربحوا هن بطل لبنان وسافروا لبرا بامريكا وربحوا، سافروا مرتين تاهلوا وربحوا جوائز جوائز من يعني بمراكز متقدمه. صحيح صحيح. نعم. هيدا اكبر دليل هن قادين، يعني قادين بيوصلوا بيعملوا. نعم. طب انا سؤالي هون انه عم نحكي كنا عن الدعم واكدتوا على هالموضوع اللي كثير مهم، انتم من وين عم بيجيكم الدعم؟ احنا شركه تجاريه، احنا الهدف منها ان احنا دايما بنحب نقدم مسج مظبوط في مقابل ان احنا بنقدم بروجرام كامل للمدارس من هاردوير سوفت وير مناهج وكومبيتيشنز. بس في يعني الفكره مقابل عائد مادي، يعني مقابل عائد مادي. نعم. بنحاول نقدر على قد ما نقدر يكون افوردبل لاكثر الناس. احنا يعني الفكره كمان دي من ضمن الحاجات اللي بحب اتكلم فيها دايما ان احنا وي نيد مور يوسفل بزنسز او بزنسز مفيدين في المجتمع تبعنا، مش بس ان هو الواحد يكون العائد المادي هو الهدف. نعم. الهدف ان احنا فعلا نقدر الواحد يضيف شيء للمجتمع، بس في نفس الوقت يكون في عنده طريقه للاستمراريه. نعم. طيب فرح، المشاركين بالمسابقه العالميه انتم بتتابعون كل التفاصيل، كيف بتتم السفر وايضا هناك كيف بيشاركوا؟ صحيح. صرنا احنا من ضمن تحضيراتنا يعني للمسابقه الوطنيه بنحاول نحكي مع الشركات يقدموا دعم للسفر للفرق اللي بتسافر، لانه بنعرف يعني مدى ما خلص حيتاهلوا، واللي ما مسافرين قبل برا كمان بهيك مسابقات حيضيعوا شوي فكره كيف يقدموا على الفيزا ويعملوا كل اللوجيستكس وحتى كمان يحضروا، لانه لازم يتدربوا اكثر على روبوت هون اكسترا. سو بنحاول نامن دعم اتليست يغطي جزء من تكاليف اللي حيتكفلوا فيها. نعم. بسفرهم. نعم. نعم. عندي كان سؤال أيضا عن المدربين، يعني المدربين اللي بيعطوا هالدروس والتدريبات للأطفال وللكبار، يعني قديهن من وين أخدين تخصصاتهم، قديهن مواكبين للتطورات اللي قاعدة عم بتصير برا، بما أنه العائق هو مش عائق فكري، يعني العائق هو عائق مادي، فخبرني عن طريقتهم هن بالتدريب والتفكير. نحن عادة يعني ما بنكونش متوقعين من المدربين يكون عندهم أي باك جراوند، نبتدي معهم من الصفر. المهم إن هم يكونوا رقم واحد حابين. في نعم. ناس بيكونوا يعني ما عندهمش باك جراوند في التكنولوجي، بس يكونوا حابين بيقدروا يبحثوا ويقدروا يشتغلوا على حالهم مظبوط، هم يقدروا يعني يوصلوا لمراكز كويسة. يفضل يكون عندهم تكنولوجي باك جراوند من انجينيرينج كمبيوتر ساينس فيزيكس أو ماث، بس تاني لازم يكون حابب اللي بيعمله عشان بيطلع أحسن ما في التلاميذ والفريق تبعه. نعم. طيب فرح، ذكرتي بأنه هو الأشخاص بتساعدون لوجستيا ليسافروا بس يخلصوا المسابقة، وذكرتي أنه لازم يتدربوا، هل أنتوا بتتولوا مهمة تدريبهم تحضيرا للمسابقة العالمية حتى يحققوا نتائج مهمة؟ ولا بتتركون هن يتدربوا بشكل شخصي؟ صحيح. هل هي دي شغلة، هن بيكون عندهم مدرب خاص، يعني هو بيكون مواكبهم من أول ما بلشوا. من قبلكم؟ لا، من يعني من قبل مؤسسة اللي هن جايين، مدرب جامعة أو مدرسة كمان. بس نحن في عنا كمان فريق تقني، لو هن عندهم أسئلة، لو هن عندهم في شيء لازم يتأكدوا منه أو يعرفوه، يعني بيواكبهم ودائما موجود مشان يرد على أسئلتهم
ويساعدهم. نعم. يعني انا بفهم من هيك انه انتم مش مركز انه الواحد بيجي لعندكم ليتدرب، هو بيدرب اصلا بالمدرسه وبيجي لعندكم للتنظيم. في عندنا كذا موديل، في عندنا موديل في مركز عندنا، وفي عده مراكز موجودين حوالين لبنان وحتى على مستوى الوطن العربي كله. نعم. يعني انا مثلا اذا عندي ابن وابني مثلا بمدرسته ما بتقدم له مثلا هالخدمه، فيني اجيبه لعندكم وانتم. نعم. كمان في مؤسسات احنا بندعمهم عن طريق زي ما فرح قالت تدريب مدربين، نعطيهم مناهج. الميزه يعني في ناس كثير بتحكي في روبوتكس، بس اهم شيء اللي يكون في منهجيه معينه بيمشوا عليها مدربين. نعم. طيب فرح، في مسابقة للاجئين أيضا عم بتنظموها وستحصل بعد أسبوعين تقريبا، خبرينا أكثر عنها. صحيح، مسابقة اللاجئين السوريين بلبنان أو روبوجي هي تاني سنة نعملها بلبنان، هي بتضم فرق من لاجئين سوريين بلبنان عم يتبادلوا ضمن بعض. الحلو من هدول بيكونوا بالفئة العمرية الصغيرة، يعني مور اوف ابتدائية، مدارس ابتدائية، وفي منهم صراحة ما بيروحوا على مدارس أبدا، على مدارس يعني بياخذوا تعليم أو شبه تعليم محل ما هن ساكنين. فالحلو أول ما بلشنا هديك السنة شفنا كيف عن جد هن كيف اختلطوا وتفاعلوا بهذا البروجرام، كيف عن جد غيرت حياتهم. في ناس يمكن ما شغلين أبدا شيء بإيدهم، بس دغري قدروا اكتسبوا المهارات والقدرات ورجعين هالسنة كمان يتباروا. جميل. نعم. يعني جميل جدا صراحة، وهيك شوقتونا لنتفرج على التفاصيل يعني بهالموضوع. كل التوفيق لكم. شكرا جزيلا لكم، منسقة بطولة فيكس روبوتكس في لبنان فرح أزرقوط، وأيضا مدير بهذه الشركة عمر حسين، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا سنذهب الآن إلى فاصل، نعود بعده لنصف